فيتوريا خلاص تمت إقالته، هنروح ونشوف القرارات الجديدة، وهي اختيار أو ترشيح كابتن محمد يوسف لمنصب المدرب العام وكابتن علاء نبيل لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري. رأيك إيه؟ شوفي، أنا شايف إنها قرارات ممتازة، لكن كان ينقصها أهم قرار، ألا وهو كان لابد إن بيان اتحاد الكرة ده يختتم بسطر مهم جدا الجمهور كله كان منتظره، اللي هو إيه؟ استقالة اتحاد الكرة نفسه. ما هو عمره ما هيستقيل. لا، كان لازم يستقيل، لأنه الحال كده مش معدول. إقالة فيتوريا المسؤولة عن العجز الفني اللي حصل في بطولة أفريقيا ده كلام محترم جدا. يعني احنا ظهرنا بشكل فني مخجل، لكن زي ما كابتن ضياء قال، مين السبب في هذه الكارثة؟ اللي اختار فيتوريا والأصحاب الاختيارات وأصحاب القرارات. كمان كابتن ضياء قال إن هي فيها عوامل تانية كتير، مش بس المدرب، يعني مش اختيار، يعني احنا عشان كده بنقول انه قالت فيتوريا مش هي الحل الامثل ومش القرار الاوحد اللي كان المفروض يتاخد. كان لابد من استقاله اتحاد الكره، لانه بصراحه شديده، بس خلينا نتكلم بامانه، لانه المراره اللي الناس كلها شعرت بيها بعد بطوله افريقيا لازم تخلينا وتجبرنا نتكلم بامانه شديده. يا خذلان، يعني حتى انت لعبتك ما كنتش فرحان بيهم، احنا كنا مخدودين كلنا. الناس، مع احترامي الشديد للاشخاص، الناس اللي بتدير اتحاد الكرة حاليا الكراسي اكبر منهم، ودي كارثه في الكوره، انه يكون القائم على العمل وصاحب القرار مش مقنع للناس، مش مقنع للجمهور، مش مقنع لاصحاب الكوره نفسهم، اصحاب اللعبه، ازاي اللي بياخد القرار مش مقنع ليهم؟ دي كارثه. فكان لازم ده يحصل قرار مهم جدا باستقاله اتحاد الكرة، بعد ما ياخد القرارات الجميله اللي خدها دي ياخد قرار اجمل، وهو استقالته. اما انه ما خدش القرار الاجمل، فنتوقف عند القرارات اللي هو خدها. أعتقد إن محمد يوسف اختار كويس جدا، مدير فني محترم، قاد النادي الأهلي لفترة لا بأس بيها، حقق معاه نجاحات، هيكون مدرب عام ويكون مدير فني مؤقت لحين اختيار المدرب الأجنبي، أكيد هنتكلم عنه دلوقتي. أكيد. كابتن علاء نبيل صاحب مشوار طويل برضه كمدير فني الاتحاد، ولكن أهم من تعيين كابتن علاء نبيل لمدير فني الاتحاد إن هم يدوا له صلاحيات يشتغل، لانه دايما أنا كنت اتعودنا. بس هسال ايه بقى الصلاحيات، وفي ظل وجود مدرب اجنبي هتبقى برضه صلاحياته؟ احنا موجود معانا واحد الكابتن ضياء السيد، ده مسك مدير فني لاتحاد الكره الاماراتي بالمناسبه. للاسف الشديد المنصب ده في مصر تم تشويهه بفعل فاعل،